نكسون ضعيف هنايا. المهم انت غادي تجي غير حدا الدروج، ربما باش نبقى هنايا على حساب الكونيكسيون شاده شويه. بقاي غير في الدروج جلستي تمايا على حساب الكونيكسيون، بقى هنايا تشد ليا مزيان. سميت هاد الحي هذا ولاد سيدي شنان. واخ بسم الله. ايش شدت الكاتشي تاني هنا ما نعرف لا تادي نحيد شدات هنايا. بسم الله مشاهدي قناة شوف تي في، اهلا وسهلا ومرحبا بكم مباشرة من مدينة الفقيه بن صالح، بالضبط من ولاد سيدي شنان. فهنا خوتي تتشوفوا معنا امي فاطمة الارملة، عايشة الخوف، عايشة في الرعب، معاناة حقيقية، عايشة مع ثلاثة ديال الولاد اللي هما ولادها اللي عندهم امراض عقلية. فاليوم مشاهدي قناة شوف تي في غنقولوا هذا المباشر هام للمسؤولين، هام للمسؤولين، وها هي اليوم تناشدكم قبل وقوع الكارثة، تناشدكم راه تيجريو عليها ولادها، تناشدكم راه شي نهار غادي يقتلوها. هي غادي تحكي لكم المعاناة، ومعنا واحد الشاب من الجيران اللي كيشهد على هذا الشيء. الدار حالتها يعني ريحة الخنز ما خلاوهاش مسكينة تنقي ولا تجلس، كاينة ريحة شاد ريحه الدلو ولا شراب ولا كل شيء مخلط، كيدخلوا لك الزباله، يدخلوا كل شيء. الله يكون في عونك اميمتي. فالمباشر مشاهدي قناه شوف تي في هام للمسؤولين، وبغينا يوصل هذا الشيء للمسؤولين، يديروا ليها شي حل اميمتي اللي وصلت في هذا العمر هذا وما لقاتش ترتاح، اللي وصلت في هذا العمر هذا وكيخرجوها تنعس في الزنقه، اللي ولاو كيجريو عليها، اللي كتسد عليها في واحد البلاصه وتقول اليوم غادي يقتلوني، غدا نصبح غدا ما نصبحش. هذا الشيء كله خوتي كيشهدوا عليه الجيران، اللي كاين اللي ما قدرش يبان ويعني وتيقولوا لي هذا الشيء قبل ما يبدا المباشر. امي فاطمة محنا خوتي، عاوني يوصل الصوت ديالها والمعاناة ديالها للمسؤولين، لان فعلا هذا مباشر هام للمسؤولين. واش نبغي واحد النهار نصبحوا على الواقعة يعني جريمة قتل، اجي ورا قتلوها ولادها ولا راه قتلها ولدها؟ ها هي اليوم كتقول لكم عتقوني قبل وقوع الكارثة، عتقوني وعتقوا روحي قبل وقوع الكارثة. هذوك ولادي ولكن راه مراد عقليا، راه ولاو تيشكلوا عليا خطر، راه حتى الجيران يعني كيعانيوا معايا. اذا هنايا معنا حتى واحد الشاب من الجيران، هو غادي يحكي لنا حتى هو المعاناه ديال ميمتي. نسر بك انت خويا، مع شفتك غادي باش تعطي الكلمه ديالك، ما بغيتيش تبان تبان عادي، اجي حدا ميمتي هنا حيت هاد البلاصه اللي شدت لي كونيكسيون. هذا خوتي شاب جار مي فاطمه كتبقى فيه، كان دايز قال لك نقول شهاده حق حتى انا اش كنشوف. بقات فيهم امي فاطمه، الجيران كاملين بقات فيهم. خويا قول لينا امي فاطمه المعاناه ديالها، باش نخليك انت ماشي غير هي، راه الجيران كلشي مضرر على الدرجات. راه كانت تجي تبات عندي دوجت عندي رمضان، كيضربوها زرقوا ليها العينين، هزوا ليها الموج. كي مشيت للسلطات عيطت للسلطات، راه هي تعاود لكم، عيطت للسلطات قال لك اودي حنا ما عندنا ما نديروا ليها، يعني السلطات ما بغاوش يدخلوا. اش ما عندهم ما يديروا؟ ما بغاوش يدخلوا السلطات نهائيا. ما خلينا كي درنا للدرجات هذه شي 15 يوم تقريبا، شي 15 يوم هذه باش عيط الامن وجاو داو ولدها، ولكن عقبو تلقوه الماحية القرقوبي هذاك السيليسيون الريحة خانزة الزنقة هنا، راه اليوم سبحان الله العظيم. وصافي سنقول لك واحد اخر مسطي تيدخل مسكين مريض، الله يكون في العون، راه سنقول لك الله يكون في العون، كيدخل الزبالة، كيدخل بزاف ديال الحوايج. يعني كيمشي للبركاسة كيلقط الناس كيبغيو يعطيوه ما كيبغيش يسد، الناس كيبغيو يدوروا معاه وما كيبغيش يسد، كيفضل الزباله ياكل من الزباله وما يفضلش يسد عند الناس. ومضره مسكينه بزاف، راه كيضربوها، راه شحال من مره عينيها كيجربهم ليها، مره تدخل تهرب. انا راه كنسمع الصوت ديالها كنخرج نجري. راه امي فاطمه ماتت ولا امي فاطمه غيفوتوا فيها؟ راه كنعتقد شحال من مره هي تقول لك، راه شحال من مره ما كاينش شي واحد اللي كيقدر شحال من مره. انا لدرجه ولدها ولا كيشوف فيا الشوفه ناقصه تيتحملينها، ولكن انا راه تبقى فيا هاد السيده، راه قلت لها شحال من مره فوجها، قلت لها على قبلك ترى راه، ولكن انت راه بزاف، راه بزاف اختي بزاف، وراه كنغامر. منى مسعد عيطت للبوليس، جاو داو ليها ولدها من هنا. في رمضان راه عيطت انت ديتها، عيطت للسيد صاحبي ودينا الطوموبيل ومشينا حتى لعندهم، وجاو لعندو وقال لك ما عندنا ما نديرو ليها، يعني تزرع عليها من الدار، تكرفشوا عليها، ضربوها لدرجه تكون شتيها في هذاك الوقت. راه اختي والله العلي العظيم كتبقى فيك بزاف،
وراه هاد السيده هادي كي غدير اطلب وتجيب تتوكل فيهم ويجريو عليها. مسكينه هي طيب. تكافى غير مع الوقت يعني ارمله ما عندهاش. وكون عامراد وتخليوها هي سميتو المحينه راه ماشي مشكله هانيه راه كلشي راه بنادم في المحين ولكن اختي راه بزاف عليها راه تكرفسات والشلوطات اختي ولا جمعيات ولا شي حاجه ما كاينش اللي بغا يوقف معاها راه بزاف عليها راه ماشي هي اللي الذنب ديالها راه كشي ديال الله سبحانه وتعالى لان الانسان الا ما اختي الا ما وقفش معاها راه ما كاين حتى حاجه ما مسينا لعند البوليس عيطنا دوينا هضرنا طلبنا والو راه هي ديتها معايا شحال مره قائد ما شفتوش سينا عاد البوليس عاد القايده اختي راه والو تقول هذيك النهار قال لك راه مرا عاد حنا اش بغا نديرو لين عندنا ما نديرو لين حنا ما بغاوش ما بغاوش راه ما كاينش اختي ما كاينش ما بغاوش الدواء ما الجمعيه اللي غتوقف معاها ويديو يديو الدراري يتعالجوا راه مازال ما كيشربوا الدواء ديالهم كيتكالماو شويه ولكن ما كاينش داك الدواء ديالهم باش غادي تبقى تبقى تسري لي من داك الدواء وهذاك راه بزاف عليها راه كونش مسكينه شحال ديال الدواء راه الناس اللي تيوقفوا مع المحسنين ولكن المحسنين تما تقهروا راه تقهروا لواحد الدرجه بزاف راه هذا مباشر هم للمسؤولين اختي بزاف اش غنقول لك انا اختي والله الا انا تيب انا دريت راه الدراري الصغار وكلشي راه كاع داروا هنا راه لان ملي كيس الدراري الصغار يخرجوا يلعبوا ملي كيكونوا ولاد هنا راه واحد كيشرب الماء من الناحيه في وقعات في الدار البيضاء هذاك اللي قتل دري صغير راه هي راه شحال مره نزات من الموت راه كنخرجها انا راه هي تقول لي راه هي تقول لي تعاود لك كلشي راه شحال مره كنخرجها انا هو اللي كنعتقها عاد واحد السيد خرت هو الله يجازيه بخير هو راه كان ديما تيعتقى راه هذا هو اللي كاين اختي راه بزاف عليها واه اختي راه بزاف عليها كاين مشكله شكرا ليك سمح لينا خدينا من وقتك كنت تزربان تمشي للغرض ديالك الله يثبت لك الاجر كانت هذه شهاده حق ديال واحد الجار ديالها اللي دائما هز همها دائما خايف عليها دار محاولات تصل بالمعنيين بالامر ولكن تيقولوا له ما عندنا ما نديروا ليهم كيفاش ما عندكم ما ديروا ليهم هذا هو الدور ديالكم ترفعوا عليها الضرر تنقدوها لان راهي كتعاني يعني هاد السيده هادي اللي نفرض دابا هي كتناشدكم كتقول لكم راني عايشه في الخطر وراني عايشه الرعب وراني عايشه في تماره والخوف كتقول لكم عتقوني ديو لي ولادي تعالجوا ديو عليا ولادي معيشيني في الرعب عطوهم يتعالجوا عطوهم حقهم في العلاج بعدوهم عليا الا ما موقفناش معها وما درناش الواجب ديالنا صبحات الصباح مقتوله من يتحمل المسؤوليه صبح شي واحد من ولاد الجيران مذبوح تعاود الواقعه ديال الدار البيضاء من يتحمل المسؤوليه هي اكيد لا اكيد لا ما غاديش تحمل المسؤوليه لانها هي اليوم كتقول لكم انا مغلوبه انا ما عندي جهد انا ما عندي ما ندير ليهم هم للمسؤولين لذلك مشاهدي قناة شوف تيفي كنقولوا مباشر هام للمسؤولين واش بغيتو نجيو لولاد سيدي شنان ونقولوا تهتزوا يهتز الدوار على واقعة جريمة قتل ديال المي فاطمة اللي ضربوها ولادها قتلوها ما بغيناش هادشي بغينا ننقدوا ما يمكن انقاذه امي فاطمة راه كضرب كل عصا امي فاطمة راه عايشة في الرعب امي فاطمة راه كيجريو عليها ولادها امي فاطمة راه الدار ما تقدروش تجلسوا فيها فيها ريحة الماحية ريحة الخنز تعيا ما تنقي مسكينه طلقه ند طلقه جافيل دايره جافيل دايره سانيكر ودي حتى حاجه ما قضات على الريحه انا شخصيا تخنقت غير في هذا شويه ديال الوقت اللي انا واقفه معاك احكي لينا امي فاطمه معاناتك داكشي اللي كتحسي به قوليه السلام عليكم بغيتي الله انا فاطمه خياري عندي ثلاثه امراض واحد مدمن ودير عمليه على يديه هذه غير الماحيه والديليو حن من مرات يبغي يحرقني وما تنغلبش عليه وجوز عند مرض عقلي مكرفسيني مرضيني تيجريو عليا من الدار كيسقطوني كنبات غادي نجي كاع عند البوليس تنهرب عند الجيران تنبات عند العساسه الا جراو عليا نبات عند العساسه كنبات عند العساسه في هذا السن هذا في هذا السن بيت عند الجيران بنات الجيران كيسدو كاين اللي كيسد على الباب ما كيدخلنيش كيدخلني عاد الجار اللي على اليمن هو اللي كيدخلني وكنهرب كنبقى تيجريو عليا مع الفجر قتلوني عطيت الدواء ما كنعس نبغي نطيب ديك المياكله حاره كاين اللي تيقلبها عليا الله يا منتي كاين اللي تيكفيوها ونشقا ويقلبوها عليا كرفسوني بزاف 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 وانا ما فحاليش وما عدي لحني الا رحم سوى ربي الكريم عندي حتى شي واحد في الدنيا
سوا ربي تربشت بزاف. نهار تانيك وصلنا صباح الليلة كلا تيجي مسدة عليا كلا يزي يخبط عليك كلا تيزرق ليا العين كلا تيزبد الجنوي وتيسد عليا البيت. الجنوي الجنوي هذاك الصغير اللي راه ندرك تيسد عليا وتيزبد الجنوي تيقول لي غادي نقردك ونديرك في خيشة. الله يا منتي باش كتحسي ديك الساعة وانتي محاصرة. كنبقى نطلب 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 ونبكي نطلب عاد تيلوح الجنوي من يدو وتنهرب. ما تقدريش تقاومي؟ لا ما نقدش عليهم. الصغير عندو 29 عام. هذا الصغير. الصغير. والكبير عندو 43 عام. والمبسط عندو 36 عام. الله كلهم مراد، ما كانش اللي عندو العقل، ما كانش اللي عندو شي 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 ذاكرة ما كيناش، كلشي مراد. كاملين. ميت. 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 زيتي الحمل بوحدك؟ وحدي. انا والله يعني انت ارمله باش كتعيشي يا امي انت باش كتاكلي باش كتشربي؟ ايه المحسنين المحسنين ونبيع حويجات الجوطيه داكشي القديم نعطيو ليا الناس كندي كنفرشو. اللي عطاك شي حاجه تبيعيها هذا كتمشي تبيعيها بالجوطيه؟ نبيعها بالجوطيه وكنخدم منها ونجي منها داكشي القصه بالله. يا عمرك يعني عيطت الشيخ تيشوف هذا الشيء المقدم القايد عمرك عيطتي ليهم يشوفوا هذه الحاله اللي انت عايشه فيها؟ تيديو هذاك الصغير هذاك الكبير ما بغاوش يديوه ليا تضل لي سطب لي الشانطي وداك الصغير كيديوه ضرب بوليسي بالجنوي بدراعو جاو غايديوه غايديوه ضربوه بالجنوي ولاو تيخافوا منه تيشدوه تيديوه يمونطو يديو يسدو ليا السماعه اللي ملالو يطلقوه ليا عاد يطلقوه تيجي زاعر عليا تيقول ليا علاش ديتيني للسبيطار فيه القمل تدفعي الثمن واه اجيتي تيجي ثاني تيدوزني من الصراط الدواء تيقول لك سم ما نشربوش فواحد المرات الا غسمتهم ولا عاقو بيا تينوضو يسقطوني. الا عاقو بيك لا عاقو بيا درت لهم الدواء تينوضو يقول ليا داك راه السم بغيتي تقتلينا تينوضو كيكربسوني وكيضربوني. الله يا منتي مكربسه بزاف حتما كتشوفوا الحاله بغيت من الله ومنكم المسؤولين بغيتكم تعاونوا معايا على هاد الدراري وما بقات عندي الصحه لا باش نخدم عليهم لا باش نجري معاهم لا في السبيطار ولا في الغالب الله عيني يعني وليتي المسؤولين يتحملوهم ويتحملوهم في مره يتعالجوا داكشي اللي بغيت بغيتهم يفكوني بلا ما نصبح ميتة راه على الصباح ملي تنفيق مع الصباح تنقول شهادو لا إله اليوم راه باقي عندي حقي في الدنيا الخلعة انتي دايرة في بالك راه غادي يقتلوك صافي لا حطيت عبريري تعاتي وقلت عاكل ماذا ولا جاهم داك الرعب صافي تيقلبو على كلشي صافي كنهرب للزنقة. الله يا منتي تنهرب للزنقة مكاينش نقد ندخل تصيف خاطرك لا 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 يقلبوا عليا كل مره يخرجوا واحد فيهم يخرجوا يلوحوا لي يجي يقول لك حنا ما بغيناش واحد يغوت يقول لك بغينا ناكل واحد يقول لك لا حنا بغينا نلوحوا امراض كاملين واحد ما كيتسنط لواحد كلهم زعزعين انت وسط منهم وانا وسط منهم تاكلي العصا وناكل العصا وناكل تمارة والقهرة والوسخ وخا صبنتي ما بان وخا جففت ما بان وخا مكربسيني التقية كلشي هذاك تيجي واحد كيبقى يجمع الزبل حاشاك من البركاسة ويجيبو لك للدار هذاك تيجمع الجبل ويجيب الخيشة ويدخلها هنا ويقول لك خليها حتى الصباح وندير البركاسة تيضل نهار كامل لا ما نقدرش ما نقدرش واخا يجيب لك الخلز واخا يجيب كلشي يقول لك انا خدام في البلديه كنبقي في البلاد يعني يجي ما تقديش تدخلي الا دخل صافي ريحه الخبز كلشي داكشي اللي تاع الزبل تيحطوا الناس الروض ديال الخيل تيهزوا بيديه الله يعمر الخيسه ويدير فوق كتافه ويدي خوي النهار وما طال لعت تيفوت العشاء عاد كيجي ملي يدخل لهنا كان يقول انا خدام في البلديه انا خدام في البلديه ويجيب لا تاطلي شي حاجه في الزبل يجيبها معاه يدخلها يا حوت خانز يا داكشي ياكلو يا وما سهلكش تهزي وتقولي زعما لا ما نقدرش لا ما نقدرش
ما نقدرش. بعتي وسط داك الخبز وما ندويش. واحد يجيب الخبز من البركاسه، واحد يجيب الماحيه، ودي ليو ودي ليو وكل شيء. وشحال مره بغى يحرقني، شحال مره طيح لي البوطات من الفوق وبغى يشعل فيا العافيه، وجاو البوليس وداوه وعقبو تلقوه. هبط البوطه ونحلسها. ماشي ديوه سيمانه وطلقوه. ها بغيتي الحل يكون جدري. جدري اللي يعالجوهم. بغيتهم يتعالجو. بغيتهم يتعالجو مزيان. بغيتهم يتعالجو، هادشي اللي كنطلب من المسؤولين، بغيتهم يتعاونوا معايا في سبيل الله. في سبيل الله رانا تانا مسلمه اختهم. أكيد أنتي مهمتنا مهمتي، وما نبغيولكش هاد المعاناة هادي اللي كتعاني. شكرا بنتي شكرا. إذا أنا غادي نقول رقم الهاتف ديالك أمتي، غنقولو لك وقوليه وراي. قولي 06 74 74 50 50 17 73 73. عاوديها مهمتي معايا، راه هذا هو الهدية النمرة ديالك. قولي 06 74 74 50 50 17 73 73. عطينا هذا الميكرو هذا. اذا هنا مشاهدي قناه شوف تي في، بغيت ندخل للدار ونوري لكم البيت ديالها ديال الدراري فين كينعسوا وفين كتسد على راسها. واحد الحاله، ولكن كونيكسيون ما سعفتناش الا لاحظتوا. انا بقيت برا باش نقدر انني نوصل الصوت ديالها للمسؤولين للمحسنين. هذا رقم الهاتف خوتي، راه حنا قلناه لكم وغادي نعاود ندير لكم تذكير وخليته في العنوان. ونعاود نذكر متتبعينا الكرام بالرقم ديالها. ما نطلعش اختي، الا طلعت غادي تمشي كونيكسيون. شتي فين جلست؟ المهم واحد الحاله يرثى لها، راكم غير من خلال الهضره ديالها تعرفوا اشنو وقع لهذ السيده. اذا رقم الهاتف ديالها 06 74 50 17 73. اللي بغى يتواصل معها خوتي، اللي بغى يعاونها ماديا، ارمله لا حول لها ولا قوه، ما عندها ما تاكل ولا ما تشرب، كتخرج شي حوايج كيعطيهم لها الناس كتبيعهم في الجوطيه، الا صورات شي حاجه كتجيب عشاها وما كتاكلوش فرحتها، حتى لا طيباتو تقدر يتقلب عليها، يقدر تضرب به. سمعتوا معنا انه حصرها ولدها بجنويه، ضرب رجال الامن، رجال الامن اللي ضرب بجنويه البوليس، ضرب البوليس ب ب ب بموس. هذا البوليس وما عقلش عليهم، عاد امو يعني البوليس. حنا كنشوفوا البوليس عندهم تبارك الله واحد الهيبه، واخا تكون اللي كنتي كتنزل الارض يعني. هي راه البوليس قال لك راه ضربهم، يعني راه ما عاقل على حتى شي واحد، مرفوع عليه القلم. ولكن الام ديال ثلاثه ديال الدراري اللي مراد تناشد كل مسؤول انه يتحمل المسؤوليه ديالو قبل وقوع الكارثه. وحنا بدورنا مشاهدينا جينا حتى لعند امي فاطمه باش نوصلوا الصوت ديالها، المعاناه ديالها لاصحاب القرار، باش يتاخذوا الاجراءات اللازمه ويهزوا هذوك ثلاثه ديال الدراري يديوهم للمكان المناسب ديالهم. ما بقاش هذا هو المكان ديالهم، ما بقاش المكان ديالهم في هذه الدار مع امي فاطمه، ما بقاش المكان ديالهم في وسط الجيران ديال دوار ولاد سيدي ديال ولاد سيدي شنان، ما بقاش المكان ديالهم هنا. هذا الحي هذا عامر كله اطفال، ربما غادي تكرر الجريمه اللي شفنا في كازا، يقدر يذبحوا، يجي خارج يشوف دري صغير يذبحوا، من يتحمل المسؤوليه؟ يشوف دريه صغيره يذبحها، من يتحمل المسؤوليه؟ هذا ما عقلش حتى على امه، يعني حتى الجيران راه عايشين في رعب، راه خايفين على ولادهم، راه كيشوفوا امي فاطمه كيجري عليها، كيجريو عليها ولادها بالليل مع الفجر مع العشاء مع في اي وقت، هي مهدده باش انها تخرج. كاين اللي كيحل عليها الباب، كاين اللي ما كيحلش عليها، كاين فاش كتنعس حدا العساس. واش امي فاطمه في هذا السن هذا مازال خصها تبقى تعيش في هذا الرعب وفي هذه الحاله هذه؟ أنقذوا ما يمكن إنقاذه يا مسؤول. نتمنى كل مسؤول يتحمل المسؤولية ديالو، خصوصا أنها اليوم تناشدكم بأعلى صوتها. والشجار ديالها راكم سمعتوه شنو قال؟ قال راه أمي فاطمة في خطر، وحتى حنا الجيران راه حنا في خطر. فبارطاجيو خوتي هذا المباشر. بارطاجيو مشاهدي قناة شوف تي في هذا المباشر. اللي بغى يعاونها حتى ماديا، اللي شاف فيها بحال مهمته وبغى يتعاون معاها. اختي هاد الحي هذا موجود الدراري بزاف، ما خلاوش حتى الصوت يوصل. وهاد الدراري اصلا راهم في خطر، يعني لاحظت انا دابا حنا اثناء التصوير لان اضطرينا نصوروا قدام الباب على حساب كونيكسيون ما شاداش، الحي تبارك الله عامر بالدراري الصغار، هادو راهم في خطر.
هادو راهم في خطر. غادي نرجعو غادي نقول الا وقعت شي جريمه قتل وداروها هاد ثلاثه ديال الدراري، شكون غادي يتحمل المسؤوليه؟ خصوصا امي فاطمه كتقول لكم ديروا حل لولادي قبل وقوع الكارثه، فليتحمل كل مسؤول مسؤوليته تجاه ثلاثه ديال الدراري. كبرات، عالجات، دارت المستحيل، صبرات، تضربات، تهددات، عايشه في الخوف. اليوم كتقول لكم بركه، اليوم كتقول لكم عييت، اليوم كتقول لكم بغيت غير نحط راسي على الوساده وننعس بحالي بحال الناس، اليوم كتقول لكم بغيت غير ناكل لقمه ونتصنت ليها، اليوم كتقول لكم بغيت غير نشرب كاس ديال اتاي ونتصنت ليه، اليوم كتقول لكم راني ما مرتاحاش، بغيت ننعس في داري مرتاحه. إذن مشاهدي قناة شوف تيفي، شكرا لتتبعكم معنا هذا المباشر. بارطاجيو اخوتي، بالبارطاج ديالكم يقدر يوصل للمسؤولين، فبالبارطاج ديالكم تقدروا ديروا خير في امي فاطمه، بالبارطاج ديالكم تقدروا توصلوا المباشر للناس اللي يقدروا يعاونوها ماديا. فشكرا لكل المتتبعين ديالنا، وشكرا للتعاطف ديالكم مع امي فاطمه، شكرا للبارطاج ديالكم. الى هنا مشاهدي قناه شوف تيفي كنجيو لنهايه هذا البث المباشر من ولاد سيدي شنان، دمتم في رعايه الله، الى اللقاء.